السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا رد على سؤال إحدى المتابعين في لايف أمس الثلاثاء، عندما قال لي هل يوجد فار أو تقنية للفار. تعالوا مع بعض نسمع الأمين العام للكاف يصف المنشآت الرياضية في الجزائر بالعالمية، وإيش كمان. تعالوا مع بعض نسمع، وبتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، وانتظر ارائكم وتعليقاتكم. تعالوا نسمع. انه يكون نفس الشيء في كل المباريات الاخرى. كان اكد الامين العام للاتحاد الافريقي بعد زيارته لمختلف الولايات يوم امس انه كل الملاعب جاهزه، وهذه شهاده نعتز بها، وقال بانها من يعني بمواصفات عالميه تستطيع احتضان اي تظاهره، ولذلك ان شاء الله الجزائر تتطلع مع الاتحاد الافريقي لتحتضن تظاهرات اكبر من هذه في القريب العاجل ان شاء الله. كما قال ايضا الامين العام انه هذه المنشات يترجع بالفائده صحيح على كل الولايات يعني بشكل خاص، ولكن حتى هي تحت خدمه الاتحاد الافريقي. يعني منشآت هذه فخر للجزائر صحيح، ولكنها فخر أيضا لكل القارة الإفريقية، ونتمنى تكون مثل هذه المنشآت على مستوى كل البلدان الإفريقية من أجل رفع يعني مستوى التنظيم على المستوى الإفريقي. كان سبق وذكر أيضا الأمين العام أنه في أول مرة راح يكون فيه تغطية كاملة لكل المباريات فيما يخص الفار، حتى نقلل او من الاخطاء التحكيميه. ان شاء الله الجانب التحكيمي راح تكون من احسن دورات لنظام الاتحاد الافريقي.